وحدش وقت الضرب انطحت هذا في كل ما تنعمش يضربوا فيه بالعصا يضربوا فيه بالمشتر وانا طايح جاء صاحبه شد شطايا وحطها لي براسي بيزيد يكمل علي تعرف هو صاحبه الاخر ما خليش هذا في كله تعدت القضية نروح ونمشي للطور للكيف تعدت القضية للكيف رئيس المحكمة من اللي يجبد ضعف مرضية الملعبة شكون ضربها وتضربها وما ادري شنو في الاخر خلاص المحكمة تسهى عليا ما حكموش ليا تعدت الاستئناف تونس وتعدت كل شيء في تونس ولا ما تعدتش القضية بتاعي ما حكموش ليا علاش ما حكموش ليا السهى وذي علاش معناها ثم حكاية تاعت القضية التو بعثوني للخدمة بعثيني القفصة من تالي لازم نمشي القفصة نخدم أنا نسكن في التالة وخمسة صغار نمشي القفصة نخدم هذه حكومة دي.